يا اخوان بهذا الفيديو بدي العب معكم بحساب الجديد اللي راح اوصله ل 9000 كاس وبتشكيلة التدريب. التشكيلة حاليا عندي 9 و10، اسرع تشكيلة بكلاش بتقدر تطورها. بس كومن ورير، لا فيها لا ايبك لا ليجندري لا بطل. اسمع بدون ما نطول يلا. اول واحد ولك يلا يا زلم، ولك يلا يا اخوان. لايكاتكم على الفيديو ولك يا زمالك. طيب خلنا نزله مسكي من ورا، هاي حاطة البيكات ودرس ولا. طيب حلو، بتنزله نايت من هون وبسرعة بدي ازت من ينزل على الوجه عشان يقتلوها، وبس بتدافع بست تكسير. طيب صرف البيكا، نزله جاينت من هون عشان الارشر ما يمسك المسكي. يا امر على اللعب، اقول لك لا لا بدي اجهز والله عارف كل الخصوم حاليا معهم سكلتون ارمي. تخيل نزلت البيكا واستعجلت كان راحت الهجمه. بسرعه من البيكا، حلو تبعي راح يسبقه اذا والله وحش. وحده ولك فنان، وك شايف كيف اللعب زما. هاي زاب برضه تدرس 3 كراونز صفر اكسير معه. هجمته كانت غلط، بدافع غلط، كل شيء غلط. جيجي يلا شيل الجاينت ولا وحده الارشر علي بعده ولا. ثاني واحد يا اخوان، ان شاء الله يكون متسرع زي هذاك عشان بسرعه نفوز يا زلمه. يلا بعدين ماكو ولا كلعب. طيب خلينا ننزل له ارشر في هوك. لا لا بس بدي انزله ماسكي والله، وخليه ياخذ دمج. الفالكي راح تلف 60 لفه على البرج، مش سائل والله. طيب بس بتنزله نايت على دارك برينس، وصرف الميني بيكا عشان هيك راح تزت له عملاق هسه. يلا دافع، نجهز الاسهم اذا معه سكوتن ارمي اشي رايحه جايه. واحده اثنين ثلاث ولا ايش فيه؟ استسلم يا زماله. اوف شكله ولا معه كرت بيقدر يدافع فيه كويس. شو بيعمل يا اخوان؟ طب فاير بول من هون، المسك راح تاخذ البرج ترى، ليفل 10 عندي. والله 3 كراونز ثنتين، ولك الخامسة، السادسة، السابعين شباب، الثامنة، ولك والله قصة. علي بعده. ثالث واحد يا زلمة، والله هون اللعب أحسن من حساب الأساسي، على القليل الواحد بتسلى. هناك قرفنا الخصوم يا زلمة، كلها ميجا نايتات، كلها يعني مش فاهم. هون بنرفع على السرية معكم. يا زلمة يلا العب. كلكم بتستنوا في ايوه شطور. ماسكي من هون وارشر على جنب، وزع الكروت عشان اذا معه فاير بول. حلو نايت، راح يقتلها كانه ليفلو 9 عندي. اذا ما والله وحش النايت، بس خرب الهجمه كلها. لا تنزل عملاق هسه، كيف بدك تنزله؟ ما بزبط. حلو هسه شوف برجه كيف راح يروح. صرف البرابره اسطوريه زيه. ايوه بتنزل واحد عملاق من هون وبس راح البرج. طيب اذا ما نزل اشي بننزل ميني بيك على الماسكي هناك. حلو يلا جي جي خلص الجيم، خلص مش مصدق. شوف شوف شو بده يدافع. هاي ارشر اذا معه سكيلتون يا اسطوره، شكله خربط يا اخوان، بده ينزل برنسس ولا انفيرنو دراجون. يلا على الرابع، صرت رافع 200 كاس بثلاث دقائق يا زلمه، ايش فيه؟ طيب برضو لا تلعب انت اول، استنى الخصم وبتلعب. هذا شكله لعيب من حطة الجاينت سكيلتون ورا، فنان. شو قلت لك؟ والله بيلعب شكله. طيب انا من الاول بدي واحد لعيب، خلينا ننزله نايت من ورا، مع انه الجاينت سكوت ما بوصل بس عشان نسايكل يعني. طيب والله حبيت، شوف كيف حط السكيلتون، والله انه فنان الشاب. عشان القنبله تمسك ال، لحد الان لعب كويس. بس يلا خذ هذا وخذ ورا مينينز دافع. صرف ال، طيب اوف اسهم. شو قلت لك؟ والله بيلعب يعني كويس الشاب. اوف طب ماشي ماشي ماشي، كأنه معه 60 ألف كسير ولا بتهيأ لنا.
بس بتحط ارشر زي هيك راح يدافعوا عن المين بيكا. بدي اعمل فيديو كامل انا بس للارشر افرجيك قديش بيفيدوك ضد الكروت، باندت، ميني بيكا، دارك برنس، كلهم تقدر تدافع فيهم بارشر. بس فاير من هون، في كثير ناس ما بيعرفوا حركة الارشر بتكون بالنص، والله اسمع بتفجر الدنيا كلها فيها. انا ممكن اطورهم هالفترة بهذا الحساب عشان نرفع، واعمل كمان كثير فيديوهات بهذا الحساب. طيب ما راح انزل ماسك من ورا من هون عشان ما يسترجي يرمي روكيت. حلو. طيب نايت من هون، بدي المينينز والله بديش اصرفهم هسه. ارشر من هون. طب هو معه بس توم بستون صح؟ الارشر صراحة على الفاضي، هذول الاسهم عفوا ما فادوا بإشي. طيب بدي ابلش له من ورا شوي بس. تسعة كثير هسه، اذا رمى اللايتنينج الروكيت ما لنا يزن، راح يروح برجه بسرعة. بس فاير. طيب هو بس معه من بيكا يعني راح يضايقني شوي بس عند الموضوع. بدي انزل له ماسكي بالنص عشان بدي احط تومب ستون اصيده، وارشر من هون. شو قلت لك؟ كمان عملاق. يلا جيجي. حلو، خذ هاي المينينز، اخرتك تغلط ضدي. خسر 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 يا اخوان. شو 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 مش عارف شو يعمل، مش عارف يا حرام. عالفاضي عالفاضي والله ما راح يفيدك رميت البرد هاي. انت حطيت الباتس غلط والله، ما كان قصدي البريدكشن هذا يعني. كمان اسهم، كمان اسهم ورميت له ارشر. كويس 3 راوند راح، واحدة ثنتين بس، اكثر واحد غلبنا اليوم والله لعيب. يلا على اللي بعده، خلونا نشوف سادس واحد. والله مش عارف السادس ولا الخامس نسيت، بس كثير فزنا. طيب هذا البرا بس بتحط ارشر زي هيك، يعني هاي حركات جدتي بالسبعينات يعني، متخيل قديش؟ طيب بس ماسكي راح توصل باتل رام، بصراحة مش فارقة معي، بدي الكروت الأرضية تظل معي شوي. طيب أو أقول لك بدي أهجم عليه، والله نشوف إيش معه يا إخوان. من بيكا، سكلتون أرمي، نايت، أوف. طيب بسرعة لا إيش هذا الجلد؟ بسيطة بسيطة عادي. ضربتين العملاق، واحد من الشباب يا زلمة ولا فنان والله، كفو ثلاث. طيب معه جارد وبربيريانز، ممكن اعمل بريدكشن هسه ممكن تزبط ممكن لا، بس هذول الخصوم ما بتحذر عليهم زي الكؤوسهم عالية، متى بنزلوا الكرت ودنيا و... بدك اياه يوصل يعني فشل. طيب مش عارف راح ينزل فالكيري على الاغلب صح؟ بالظبط والله كفو يا الميني بيكا. وحده اذا والله كفو، يخرب بيته مقوى. طيب هسه بدي احاول اعمل بريدكشن شوي. مينينز من ورا، ايوه بتنزل له عملاق من هون. واه والله كنت بدي ارميها يا اخوان، بس فكرت والله راح ينزل البرابر على الماسكي عادي. يعني طيب معه جاردز ممكن انزلهم هسه قدام، بس مش راح استخدم الاسهم انسى. تعمل له شو الحركه هاي؟ مخلب النمر نايت وبسرعه وراه من بيكا. هاي زي حركه الارشر كوين بالنص، صراحه حركه فاشله، مش راح اخذ البرج فيها. لا والله ممكن ممكن شيل 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 وحش، واحد من بيكا الثانيه اذا والله وحش. بريدكشن لم تزبط معنا. طيب نايت من هون، اذا والله لو اخذك 3 كراونز بدك تظل تدافع زي هيك يعني مشاهدة حالك. يلا ميني بيكا وقدامه عملاق، واحد اثنين ثلاث بسرعه جوينت. يلا ما سايكل البرابر، هسه جاب البرابر بعدين يا زلمه ما زبطت. طيب مينينز من هون، حلو حلو، راح 3 كراونز خسر يا اخوان، راح شيل وحده ولا ابلع يا زلمه روح. وبس يا اخوان هذا كان الفيديو، لعبت معاكم 60 ألف جيم وفزتهم كلهم.
انسى، مش موضوعنا بهاي الفترة من الكؤوس. او اذا انت كؤوسك يعني 1900 2500 3000، لازم يكون بتشكيلتك اسهم او فاير بول. لازم كل الخصوم بيكون معهم سكيلتون ارمي ارشر، خاص نص الارشر المطور حاليا يعني مينينز. الاسهم ضرورية. وغير هيك الفيديو الجاي اي ساحة بكون واصل الها رح اعطيكو احسن ثلاث تشكيلات لهاي الساحة، او احسن تشكيلتين، او حتى احسن تشكيلة لهاي الساحة، لانه في كثير متابعين او انا بشوف تعليقات والله ممكن تشكيلة للساحة 15 للساحة 14 9 8. رح اوصل كل الساحات ان شاء الله بهاي التشكيلة. يمكن يكون تحدي صعب شوي بس لا، التشكيلة كثير ممتازة والله. اذا انت مفكر هيك، اذا مفكر عكس هيك بتكون غلطان. رح تشوف الفيديوهات الجاية. والمهم تابعوا الفيديوهات لانه عن جد رح تكون كثير مرتب الفيديوهات الجاية بهذا الحساب، ورح اغير اسمه لاسم ثاني. ما عليكم. نشوفكم يا اخوان. سلام.